هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قد وصل إلى جمهورية صربيا الصديقة في زيارة رسمية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله إلى صربيا سعادة السيد برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا وعدد من المسؤولين في الجمهورية. ولدى وصول سموه أعرب عن تقديره عن حفاوة الاستقبال ومشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة في ظل الدور البارز لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.